ضيفي النهارده إبداعه كامل الأوصاف، ملحن في المقام الأول وشاعر وظف معاني مختلفة لنفس الكلمة عشان يقدم لنا أعمال مختلفة تحمل بصمته المميزة عند الجمهور. ضيف الفنان عزيز الشافعي. يا أهلا. ازيك يا عزيز؟ عامل إيه؟ أخبارك إيه؟ منور الدنيا. اتفضل. عامل إيه يا عزيز؟ بسم الله. أخيرا وقعت تحت إيدي. كانت خوفيني من أولها بقى. وقعت تحت إيدك إيه؟ لا خليك، إحنا هنا. قلبك جامد؟ لا ده أنا استني بس، أنا هفاجئك. هفوت في الحديد. وأول فقرة معانا يا صابت يا خابت. يا صابت يا خابت هتلف عقرب الساعة 5 مرات. خد بالك إن أنا معايا 4 أسئلة ألغام. 3، 6، 9، 12. صح. أول لفة. ألف؟ بسم الله. يا رب لغم. السؤال رقم 5. بتشتغل من سنين طويلة. بس يعني عزيز الشافعي اسمه سمع قوي لما ارتبط مع عمرو دياب. صح. عمرو دياب صاحب الفضل عليك؟ يعني بعد ربنا. بعد ربنا اكيد طبعا. وبعد مجهودي اكيد عمرو دياب صاحب فضل كبير حقيقي. هو اللي حطك يعني في صف الملحنين اللي هو الصف الاول. ما انا هقول لك، هو عمرو دياب بيبقى عامل زي السبوت الكبير قوي، لانه مش مطرب محلي ومطرب عالمي. فلما بتشتغلي معاه هي يا اما طاقه القدر تفتح لك، يا اما بتتكشفي ان انت فاضيه ما عندكيش حاجه. فهو انت يا تستفيدي قوي قوي قوي، لا تقعي قوي قوي. الحمد لله ان انا كنت عامل الفنان الكبير عمرو دياب في اول شغلنا مع بعض يوم 3، وتابعها بعد كده قدام مرايتها وزي ما انت وسهران والاغاني دي كلها في 3-4 شهور. فكلها كانت اغاني هيتس وكلها اغاني قويه جدا، فقدمتني بشكل الناس ما كانتش شايفاني بيه قبل كده. فطبعا هو صاحب فضل اكيد يعني. اللفه اللي بعدها اتعلمت منه ايه كده؟ اتعلمت منه الشغف. الشغف اهم حاجه. فقدان الشغف هيبقى فقدان اي حاجه تانية، مش هتعرفي تعملي حاجه. سؤال رقم 8. انت ايه؟ توصي عليك ولا ايه؟ ربنا بقى، بس تجيب الغام. ربنا مع الغلابه. قلت ان قلبك اسود وممكن ما تنساش اصلا الزعل وبتفضل سنين فاكر. صح. انت شايف الصفه دي كويسه؟ لا ده عيب فيا. خسرتك ناس؟ خسرتني ناس، بس في الاغلب خسرتني ناس هم اللي غلطوا فيا. انا مش فرحان ان انا يعني ما بنساش الزعل، بس ده طبيعي. يعني ما حد بيأذيني ما بعرفش اصفى بسرعه. في ناس تصفى بكلمه، تصفى في ليله. انا ممكن اقعد 3-4 سنين عشان اصفى ويمكن ما اصفاش برضه. بس لازم يبقى اذى جامد يعني. مش ممكن ما تصفاش بعد كل السنين دي. ايه الاذى اللي مش قادر تنساه كل الفتره اللي فاتت دي؟ اي حاجه تمس كرامه الانسان بشكل او باخر. لا مش مواضيع عامه يعني. مين الشخص اللي اذاك اذيه قويه جدا؟ لا انا مش يعني ما بقاش موجود في دماغي. نسيته اصلا يعني. هو مش موجود. ما قلبك ابيض اهو. عشان لا ما انا نسيته هو كله. عارفه لما تعملي بلوك في الحياه بقى يعني، لو شفته جاي عليا بقى مش شايف. تعرف تاخد حقك ولا بتسكت؟ ما هو انا اختفائي من حياه الشخص ده حق انا خدته، لان انا كتير تجاهل. انا كتير يعني، انا فاليو، انا قيمه. فلو انا بقيتش موجود في حياتك انت هتحسي بالمشكله دي. فهو ده رد الفعل بتاعي. هو ده حقي اللي باخده. انا باخد حقي ان انا بحرمك. مش بتندمه؟ ما هو ده ندم. هو هيندم بقى ان انا بقيتش موجود. ايه اللي انت بتقدمه له تخليه يندم عليك؟ انا دي مش نرجسيه، مش ان انا الجامد اللي مش عارف ايه. انا الصاحب الطيب المحترم الجدع، اللي هو كل واحد يحب يبقى موجود في حياته حد كويس صادق. اللي بعده بسم الله. اقنعتني. لا انا مقنع. لا انا عايزه الغم. مش هينفع. هو انا جامد قوي اهو كده، هلف ايه تاني؟ ده لفه 70 لفه اهي. سؤال رقم 4. ليك اعمال كتير، كتاباتك والحانك، ممكن نشوف اغنيه انت كاتبها بس من الحان حد غيرك؟ لا طبعا. ممكن محمد عبد الوهاب. لو محمد عبد الوهاب موجود. لو مين؟ محمد عبد الوهاب. انت مش شايف حد غيرك ممكن يلحن؟ لا يعني مش المقصود، انا في الاساس ملحن وبكتب. طب انت عامل كلمات حلوه جدا، فواحد صاحبك قال لك ايه انا هلحنها انا، هترفض ولا توافق؟ هرفض طبعا. مصمم انت؟ قال لي يتعرض عليا كتير الحكايه دي يعني. بترفض؟ لان انا مش شاعر، انا ملحن بيكتب، مش شاعر بيلحن. فالكلام اللي انا اكتبه انا احسن واحد يعرف يلحنه. اقول لك كده سؤال خبيث شويه، بيتقال يعني ان في شعراء يعني لسه شباب صغيره بتبيع شعر لشعراء كبار اللي هو بقى ايه من تحت لتحت. اوكي. انت عمرك عملت كده؟ بعت شعر للناس؟ لا. اشتريت ولا بعت ولا اشتريت، ومعرفش حتى الناس دول مين. يعني انا معرفش. شباب صغيره عايز تشتغل، بس ممكن تكون بيبيع مثلا شعر هو كاتبه لشاعر كبير عشان ياخد فلوس. مين؟ لا كتير، ده موجود كتير. لا عدى عليا حد بيبيع كلامه ولا يعني عدى. اول مره اسمع الموضوع ده؟ اول مره اسمعه. يعني مش حاسه، مش هيستخبى يعني، لو في حد بيعمل كده مش هيستخبى، هو اسمه مش معروف، ناس صغيره بتبيع لشعره كبيره، بتاخد ثمن الشعر ده. مين؟ والشاعر الكبير بينسى اسمه. هيتكشف الشاعر الكبير ده بعد كده، الشاعر الكبير ده يعني شاعر ليه بصمه، شاعر يعني ممكن تكون صح، بس انا ما عدتش عليا. اللفه اللي بعدها لا انت لازم تجيب لغه. طب ما انا ممكن اعمل لك كده وخلاص هتنبسطي. تيجي؟ عادي اهو. لفه ايه؟ لا هات 3 أو 6. لا كمان؟ هلف قوي. هلف بقى يا رب تيجي 3 أو 6. انت عارفه الاسئله بقى. يا رب يا رب يا رب. لا انت محصن في ايه؟ السؤال رقم 7. قلت المهرجانات اي كلام مش فن، تفسر بايه نجاحها وان في ناس بتحبها وبتسمعها وبتشتغل يمكن في اغلب الاماكن. على فكره المهرجانات مش بتشتغل بس في افراح، بتشتغل في اماكن ايه كلاس وناس كتير قوي بتحبها. هو بالتعريف الموسيقي المزيكا عشان اغنيه، عشان تبقى اغنيه ويبقى فن يعني يتعمل عليه نقد موسيقي او حاجه، في حاجات زي الهارموني، في حاجات زي ان انت بتغني من نغمه معينه، فالمزيكا بتاعت الباك جراوند اللي موجوده في الاغنيه لازم تبقى بنفس النغمه دي او نفس المقام، ده مش موجود في المهرجانات. يعني الهارموني ده ما دخلش الحكايه، فهي مش فن من هذا الكونسيبت قبيل يعني. لكن هي فن لان في متعه، والفن يعني زي ما كان فؤاد المهندس بيقول مثلا. انت بتستمتع بالمهرجانات بتسمعها؟ لا انا ما بسمعهاش، انا بسمعها كواحد بيشتغل في الشغلانه فلازم يعرف ايه اللي بيحصل. لو قاعد لكن في انا مكان قاعد ماشي بالعربيه هشغل مهرجانات يعني. لا يعني قاعد في المكان بيضايقني. بتضايق؟ وبعدين هي المهرجانات انتهت، يعني احنا بنتكلم عن حاجه يمكن كانت موجوده كام سنه. خلاص موضه قدمت. بيشتغلوا حاجات تانية بقى، اللي فتح مطعم واللي فتح مقله واللي يعني مش شغالين في زي ما انت فاهمه يعني اللي كان بياخد يعني شافوش وبيكا وعمر كمال وعنبه مثلا. انا ما بتكلمش على اسامي والله، او حوده بندق، مش هنسمعهم تاني. ما بتكلمش على اسامي، لا في ناس من اللي انت قلتيهم هم مطربين بجد بيعملوا. ما انت بتقول فتحوا مطاعم، وفي ناس فتحوا مطاعم وفتحوا قهاوي عشان خاطر على فكره في منهم صوته حلو يعني. حوده بندق صوته حلو جدا. انا حوده بندق ده بحبه جدا، بس انا بكلمك مش في اسامي. في ناس منهم عملوا اغاني بجد، فدول هيستمروا موجودين، في ناس وموجودين لغايه دلوقتي. وفي ناس كانوا اللي بيعملوه ايه؟ ان هو ياخد لحن موجود يحطه على طبله ويعمل عليه شويه كلام وخلاص، هو ده اغنيه. فده عمره قصير يعني. ده عمره قصير. بس انت قلت ان هم فتحوا مطاعم، معناها ان هم وقفوا شغل اصلا. ايوه مش زي الاول، انت نفسك دلوقتي مش هتستضيفي حد منهم، لكن ممكن من 4 5 سنين كنت تبقي عايزه تستضيفي حد منهم. دلوقتي بنسمع عنهم ايه؟ بس مشاكل، وده طلق وده اتجوز، لكن ما بنسمعش اغاني يعني ونجاحات. ولا انا مش واخد بالي؟ قولي لي. مفيش حاجه. انت صح. اللفه الاخيره، يلا يا رب لغم. يا رب اللفه الاخيره. يا رب لغم. لا بجد على فكره هتفتح لغم. انا شريره، لازم اطلع الشعر اللي جوايا. هي حصلت قبل كده الحكايه دي على فكره. هو ده تاني مره يجي لنا. يعني ايه؟ يعني طالما السؤال اتكرر مرتين يعني لغم. طب خلاص ماشي، هتاخد تاني بوكس ده. انا بهوتك بس يعني. شريره والله هوتك من غير مجامله. انت زملكاوي جدا، لما الاهلي بيلعب في افريقيا بتشجعه ولا بتشجع منافس؟ بشجع منافس. ايه؟ بشجع منافس. ايه؟ ايه؟ بشجع المنافس. قول السؤال تاني كده، ركز فيه شويه. من غير مجامله، انت زملكاوي جدا حقيقي، لما الاهلي بيلعب في افريقيا بتشجعه ولا بتشجع منافس؟ بشجع منافس. قولها في وشي. هو بيحارب يعني على الجبهه؟ ده ماتش كوره، بشجع اللي انا عايزه. بس يعتبر يعني ممثل مصر. لا ممثل مصر هو منتخب مصر، لا الزمالك ولا الاهلي ولا الاسماعيلي ولا الكلام ده. ممثل مصر منتخب مصر كلنا بنشجعه، لكن نادي بيلعب لمجده الشخصي عشان يتفوق على نادي تاني. انا بشجع نادي تاني. تعالى لي في المنطقه دي بس ثواني. انا اجيلك اهو. لو جالك عرض تكتب وتلحن اغنيه للاهلي بس بفلوس كتير قوي، هتعملها ولا لا؟ وانا مش هعرف اكتب عشان انا مش يعني مش هحس حاجه يعني. هتلحن بس بفلوس خياليه، هتعملها ولا لا؟ وحش برضه عشان مش هيبقى طالع من قلبي. وبعدين الاهلي يعني في ملحنين. ليه هو الاهلي كان قاتلك قتيل؟ انا هقول لك بس في ملحنين ومؤلفين اهلاويه احسن مني 100 مره بيعملوا. اختاروك انت ليه يعني؟ اهو خلاص الكعكه فيه يتيم عجبه الدنيا خلاص يعني الواد الزملكاوي ده انا لا 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 مش هعرف، لان الفن ده احساس. ايه رايك في امام عاشور كده هو جاي الاهلي؟ متضايق جدا امام عاشور راح الاهلي. ليه؟ متضايق ان هي الحكايه حكايه فلوس في الاخر، واحنا دي مشكله الزمالك طول عمره موجود فيها، ان مفيش عداله في المنافسه. لان لو انا باخد عقد رعايه مثلا او يعني ميزانيه الاهلي، لو قدم ميزانيه الزمالك 10 مرات انا هنفس الاهلي ازاي؟ الرعايه ده مقابل بطولات. انا هنفس الاهلي ازاي؟ انا معيش فلوس بتاعت الاهلي، هنفسه ازاي؟ ليه مطلوب مني انافس نادي بياخد عقد 10 مرات قدي؟ لو جه نادي دلوقتي في مصر خد ميزانيه قد الاهلي هيكسب الاهلي. هي الكوره فلوس في كل حته يعني، مش فين رجال الاعمال الزملكاويه؟ لا لا ده اي كلام، ده اي كلام والله. طب انت دلوقتي لو انت عندك فلوس كتير قوي 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 هتتبرع للزمالك؟ هتبرع للزمالك بالقدر اللي هو ما يخلينيش راجل مجنون يعني. مش هاخد ثروتي وهديها للزمالك، لان انا عندي اولاد، عندي حياه، عندي طموحات. لكن القدر اللي هعرف اثبت بيه حب للنادي اللي انا بشجعه هعمله. عشان بس جمهور الاهلي ايه هيعمل معاك لا لا هو جمهور الاهلي هقول لك حاجه. انت الجمله دي صدمتني انا شخصيا. لا لا هقول لك حاجه على فكره، انا اهلاويه جدا. لو الزمالك بيلعب بره هشجع الزمالك، لكن جمهور الاهلي اللي بيتفرج عليا عارف كويس ان هو زي ما هو اهلاوي جدا وبيحب ناديه، ما بيحبش نادي يبقى اعلى من ناديه. انا كمان زملكاوي بيحب ناديه، ما بحبش نادي بقى اعلى من نادي. لا بس في منطق بيقول لك ان لو في نادي مصري بيلعب بره في اي دوله هتشجع النادي ده. ده منطق عارفه منطق ايه؟ منطق افلام كرتون. افلام كرتون. لكن الحقيقه ان الاهلاوي عايز الاهلي يبقى ارقامه اعلى من الزمالك، فمش عايز الزمالك يكسب افريقيا. بس انا بقول لك انا اهلاويه جدا. لو الزمالك هو اللي بيلعب بره والاهلي ما بيلعبش هشجع الزمالك. انت عايزاني امثل ولا عايزاني اقول الحقيقه؟ لا انت قلت الحقيقه صداقه. الحقيقه دي ان 90% من جمهور الكوره مش هيبقى زيك. 90% من جمهور الكوره زي انا، الناس اللي بتشجع كوره بجد اهلاويه او زملكاويه هيشجعوا ناديهم بس. وهم الاهلاويه عارفين كده. خلينا نختم الفقره ونكمل حلقتنا. فرحانه باللغم ازيك اهو. رجعوا يلا بينا نكمل حلقتنا، يلا بينا. رامي صبري قال تاني مرة يسمعني عزيز الشافعي لحن ويديه لغيري. ليه قبلت تقعد في كليب تعالى دلعك مع بهاء سلطان ونصر محروس وانت مالكش دور؟ كنت السبب في غيرة جامدة بين ملحن زميل ليك وبين مطرب كبير جدا. احنا ناس كبار والرد بيبقى بالشغل مش بالقمص. قدامك 5 كروت كل كارت مكتوب فيه كلمة بحبر سري. ماشي. حبر سري. هتختار 3 كروت من ال5. اوكي. هنفتحهم بالحبر وانت وحظك. ماشي. يلا بينا. اختار أي كارت؟ 3 براحتك. ده نمرة 1؟ افتحه على طول. نفتح نمرة 1. يلا بينا. بسم الله. انت برج الميزان صح؟ صح. ايه الصفة اللي عندك في البرج ومش بتحبها في نفسك؟ التردد. التردد؟ الله. ايه؟ التراث. التراث. اكيد شفت الخلافات اللي ما بين طبعا الفنانين الكبار يعني علي الحجار ومدحت صالح. أيوة. على مشروع تقديم اغاني التراث طبعا هما الاثنين اسامي كبيره ومطربين كبار بنفتخر بيهم في مصر يعني بعيد عن المشكله ان اكيد. بس مين عنده الحق اللي هو يقول لك انا التراث من حقي انا او انا اللي استحق ان انا اقدمه؟ لا التراث من حق الجميع. بس هو يمكن الاستاذ علي الحجار كان عشان هو مقدم المشروع ده من فتره فيعني كان حابب ان هو اللي يقدمه الاول. لكن التراث طبعا من حق علي الحجار ومن حق مدحت صالح ومن حق عزيز الشافعي ومن حق اي حد، ان هو ده الورث. التراث هو الارث اللي احنا كلنا ورثناه كمصريين وكعرب يعني. ليه وسط المزيكا بقى فيه صراع الفتره دي؟ لا ده اسباب كتيره بقى مالهاش علاقه بالتراث. ايه بقى؟ ليه علاقه ساعات بالافلاس. الافلاس؟ هو على نفس الوزن برضه، فراغ يعني؟ دي س ودي س. يعني طبعا بعيد عن مشكله الاستاذ مدحت صالح والاستاذ علي الحجار، انا بتكلم في العموم ان ساعات ناس بتعمل صراعات عشان خاطر تبقى موجوده ترند. احنا دلوقتي في زمن لو يعني كان ليه تفسير هيبقى زمن التفاهه. انا دلوقتي مش لازم اعمل فاليو عشان خاطر ابقى يعني ملء الابصار زي ما بيقولوا. انا ممكن اطلع اطبخ في اوضه النوم فابقى ترند، او فوق الثلاجه زي ما بنشوف. ممكن ارقص، ابقى تخين شويه وعندي كرش فاقعد ارقص زي الراجل التركي اللي بيرقص بكرشه ده، فابقى يعني يجيبوني في افتتاح مش عارف مهرجان ايه عشان خاطر ارقص الرقصه بتاعتي واخد فلوس قد كده. فده زمن ما يعلم بيه الا ربنا، مش زمن المحتوى او زمن الفاليو، هو زمن الترند. ففي ناس بيبقى عندها افلاس، يعني ما عندهاش حاجه تقدمها فيطلع يعمل مشاكل، لان المشاكل هتخليه ترند. فلما يبقى ترند ينبسط بقى، مشهور والناس كلها بتحبه وبتاع. فيمكن ده اللي عامل تأجج من الصراعات، ان كل واحد متحافظ للتاني، كل واحد عايز يعمل مشكله وكل واحد عايز يعمل. بس ما اعتقدش يعني ان حد بقيمه علي الحجار او مدحت صالح يكونوا بيدوروا على الترند. لا مش علي الحجار ومدحت صالح خالص، بس بقول لك ان العصر ده شويه بقى كده السوشيال ميديا بتأجج اي صراع، عايزه اي مشاكل، عايزه اي حد ضد اي حد. فطبعا ده يقول كلام الاستاذ علي الحجار يضايقه، وده يقول كلام الاستاذ محمد الحلو فيسمع اكتر فيتشاف اكتر. الاثنين في الاخر مطربين ليهم تاريخ كبير قوي احنا بنفخر بيه، وهما الاثنين بالنسبه لنا جزء من التراث بتاعنا. يعني انا ما اقدرش اعيش من غير اغاني علي الحجار واغاني مدحت صالح، ما اقدرش اعيش من غيرهم، لان هما مطربين كبار، يعني كبار بمعنى كبار، تاريخ كبير، اغاني كتيره ناجحه واغاني كتيره قويه. وهما الاثنين لو في صفه بتجمعهم ان هما دايما كانوا بيقدموا محتوى، ما قدموش حاجه هايفه، قدموا دايما حاجه ليها قيمه ككلام كلحن كاداء. بس الصراع اللي موجود حاليا في صالح المهنه نفسها ولا ضدها؟ الصراع لو كان مقصود بيه التنافس فهو في صالح المهنه، لكن لو مقصود بيه ان احنا نكسر في بعض اكيد مش مصلحه المهنه. بس انا متاكد انها، انت شايفه ايه؟ انها يعني زوبعه فنجان زي ما بيقولوا، لان هم كبار، قامات كبيره، فمش زي الصغيرين اللي انا كنت بتكلم عنهم لما بقول لك ترند وكذا. لا هم ناس كبار وعاقلين اكيد، والموضوع يعني هيخلص على حب وعلى اتفاق. الكارت اللي بعده اثنين، وانا امشي بالترتيب بقى. امشي انت منظم؟ جدا والله؟ بسم الله. ممكن تترشح في يوم من الايام تبقى نقيب للموسيقيين؟ لا. ليه؟ انا عضو نقابه مهندسين، انا مش ما انا عارفه ان انت اصلا مهندس، فهترشح ازاي؟ فادك في ايه؟ الهندسه كل حاجه. زي ايه؟ كل حاجه. الهندسه هي ببساطه ان لو في نقطتين في الفراغ كده، اقصر طريق بينهم هو الطريق المستقيم. انا كده فادني ان انا اعرف افكر ازاي، فادني ان انا اعرف احل ازمه ازاي. الازمه عندي كمهندس ببص لها معطيات ومطلوب وبرهان زي ما بنقول، يعني انا عندي ايه المشكله، ايه المشكله، ايه طريقه الحل، وبروح دايركت للحل. سؤال الازمه. في الازمه اللي انا هسالك عنها دي عايزه اعرف اتعاملت ازاي. رامي صبري قال تاني مره يسمعني عزيز الشافعي لحن ويديه لغيري، انت بتبيع الحانك اللي يدفع اكتر؟ لا. امال ليه عملت كده؟ ما المشكله دي خلصت من زمان، يعني خلصت من زمان، والراجل بعد ما قال الكلام ده قال يعني رجع في الكلام وبلهجه لطيفه جدا اعتذر على السوشيال ميديا. وانا رامي صبري بشوفه من اهم مطربين جيله، يعني من احب الاصوات لقلبي، ونجاحاتنا مع بعض نجاحات كبيره. بس كان في خلاف على اغاني، وكل مطرب بيحب اغنيه بيبقى عايزها بيزعل لما تروح منه، بس في الاخر اللي بين المطرب والملحن هو تنازل، اتفاق، ورقه، مقابل مادي، بقت الاغنيه بتاعتك. قبل كده هي بتاعت انا، وعلى فكره بعد كده بتاعت انا، يعني بيفضل الملحن هو ابو العمل وهو صاحب الاغنيه حتى لو غناها مطرب تاني. يعني ايه ملحن ابو العمل؟ يعني الملحن من حقه يغني الحانه حتى لو اداها المطرب. حاجه اسمها يعني حق الملحن، او مش يعني حتى مش المؤلف، مش من حقه يغنيها. لكن الملحن من حقه يغني اللحن بتاعه في اي مكان ويتكسب منه، يعني يتعاقد عليه مع شركات ما دام هو اللي لحن، حتى لو تنازل عنه او عمل تصريح بالاداء لمطرب تاني، فده يعني ابو العمل. لكن في الاخر طبعا المطرب هو صاحب الاغنيه، المطرب هو صاحب الاغنيه، بس بيبقى صاحبها لما بياخد تنازل بيها. قبل كده اكيد بيبقى عايز ياخدها، نفسه ياخدها، لكن لازم يخلص. لما غنيت قبل كده حسيت ان انت نجحت في الغنى؟ مش قوي ليه؟ يعني في اغاني نجحت، في اغاني ما نجحتش. طب ليه؟ ليه ما كملتش؟ لان انا مش مطرب، لان انا دي كسرت الدنيا على فكره. ما انا بقول لك في حاجات نجحت، بس انا مش شايف ان انا ممكن بسهوله ابقى من احسن 10 مطربين، لكن شفت ان انا بسهوله ممكن ابقى احسن من 10 ملحنين، وممكن بسهوله ابقى احسن ملحن، لكن مش احسن مطرب ولا احسن 10. في 10 احسن مني، يمكن اكتر من 10، يمكن 20 واحد احسن مني. فانا ما بحبش العب في سبق خسران، انا بحب ابقى متفوق كسبان. بس الكارت اللي بعده ثلاثة منظم قوي، ممكن افاجئك بعد كده اروح منظم قوي. بحس ان التقيل ورا، فانا باخد بالحاجات الاولانيه. والله هو كله تقيل وانت حر بقى، انت وحظك، بس انت فلتك اصلا من الالغام كلها. ايوه صح. اقرب لحن لقلبك كان ايه؟ اقرب لحن لقلبي؟ لا كتير يعني. انا عايزه واحد قريب جدا لقلبك. يعني هو دايما الصغير لسه هو اللي بيبقى يعني احب من اولادي، يعني بس كلهم اولادي، الالحان دي كلها اولادي. بس مثلا بطمن عليك لعمرو دياب، عشان هي اخر اغنيه ليا او نزلت مع عمرو دياب، بحبها جدا. ممكن تبقى اقرب الالحان لقلبي دلوقتي. ايه طلع لك ايه؟ الشروط. شايف ان الملحن الناجح او الكبير لازم يكون عنده شروط في الصوت او المطرب اللي هيغني له؟ طبعا. زي ايه؟ ايه شروطك كعزيز الشافعي؟ انا شروطي ان هو يكون بيعرف يغني، لان انا لحاني في الاغلب يعني، او الطابع اللي بعمله هو طابع شرقي. طابع الالحان الشرقيه دي محتاج امكانيات صوتيه للمطرب عشان يأديها، مش لحن رتميك او حاجه بس ريستاتيف او حاجه يعني مش محتاجه اداء، لا دايما اغلب الحاني فيها غنى صعب. فلو المطرب ما عندوش الامكانيات دي مش هننجح مع بعض. لو جالك مطرب مثلا هو صوته مش احسن حاجه خالص، بس هيديك فلوس كتير، هتلحن له؟ هيديني فلوس كتير وصوته مش احسن حاجه، ولا صوته يعني ممكن يعني لو في محاولات وممكن يبقى كويس هشتغل معاه مؤدي، يعني زي مثلا ايه، حد من مؤدين المهرجانات؟ لا، هي الحكايه مش مهرجانات وغير مهرجانات. ممكن مطرب مهرجانات انا اخليه يغني حاجه ثانيه، انا اعمل له تعديل مسار، مش يعني انا مش هعمل اكس على حد، لكن انا هسمع اللحن. زي مين اللي ممكن تعمل له تعديل مسار؟ لا مش هينفع اقول اسامي. ليه؟ مش هينفع. اي حد بيعرف يغني وبيغني حاجه يعني لو شويه وعايز يعمل حاجه كويسه وبيعرف يغني هعمل له طبعا. لكن انا قصدي واحد مش قادر خالص، مفيش حاجه يعني. انت عارف دلوقتي التكنولوجيا، في حاجه اسمها اوتو تيون، في حاجه اسمها ميلوداين، في حاجه اسمها AI، في حاجه كتيره بتعمل. فلو المطرب ده او المؤدي ده نقدر بشويه تكنولوجيا ان احنا نساعده انه يغني هنساعده، لو هو ممكن ينجح. في حد عمره اتشرط عليك في شغلك؟ اتشرط عليا؟ يعني ايه اتشرط عليا؟ لا يعني فرض شروطه عليك؟ لا. حتى لو كان اسم كبير؟ لا، الاسم الكبير بيبقى كبير في كل حاجه. الاسم الكبير ده بيبقى مؤدب اكتر من الاسم الصغير، عشان فاهم. لما يكون عايز يغير حاجه بيغيرها بطريقه كويسه، عشان فاهم، بيتفاهم مع اللي شغالين معاه. هو كبير ليه؟ عشان هو كبير. فلا بالعكس يعني ما حصلش، ما بشتغلش بشروط. عمر حد عدل على شغلك؟ طبعا. مين؟ انا ما بعملش كتب سماويه، انا بعمل اغاني. ففي مطرب ممكن ما يعجبوش في صوته في جمله فيقول لي غيرها لي، يعني ناس كتير، ما بتحصل كتير. يعني تامر حسني عمل كده فعلا؟ تامر حسني عمل كده، بس تامر حسني عمل مره حاجه غريبه جدا، هو عدل على اغنيه ونزلها متعدله. فده كان من غير ما يقول لك يعني؟ من غير ما يقول لي. عاتبته؟ يعني طبعا، بس الواحد كان لسه بادئ وفوجئ. يعني انت عارفه الاغنيه بتنزل بتلاقي فيها يعني بارت كامل مش انا اللي عامله. فاكيد يعني حماسي ان انا عايز اللحن بتاعي يبقى موجود، اتضايقت. لكن بعد كده اشتغلنا على حاجات كتيره حلوه ونجحنا مع بعض في خليك فولاذي وصعبه وصحيت على صوتها فيعني هي كانت حاجه في البدايات كده والواحد نسيها يعني. عموما الحياه فيها ناس بتستحي وناس وشها مكشوف، صح. والفقره دي انت وش كسوف. وش كسوف من غير كسوف، في اراء بتوصف اعمال الجيل الحالي بان هي اغاني تكاويه، اوكي، يعني مش هتعيش قوي اخر 10 سنين تحديدا. ماشي، ما هو احنا مش هنعرف ده الا كمان 30 سنه على الاقل. بس هو يعني انا مثلا بالنسبه لي اغنيه عملتها في الاول خالص اسمها بلاش الملامه لخالد سليم، بقى لها دلوقتي 20 سنه، اللي هي ولا اقول لك بتاعت رن التليفون، انت عارفاها طبعا، الناس كلها عارفينها وبتغنى في كل حته، دي جميله. فدي اغنيه عاشت 20 سنه اهو. بس انا بقول ان احنا هنحكم واحنا قاعدين هنا، مش هنعرف نحكم، هنحكم بعد فتره. يعني الجيل ده لا يتقيم بعد 20 سنه من دلوقتي. بس برضه في اغاني في النص كده عدت اتنست، محدش طبعا يعني، وفي اغاني زمان عدت اتنست، مش كل اغاني زمان موجوده، الاغاني الحلوه بس هي اللي موجوده. من غير كسوف، ليه قبلت تقعد في كليب تعالى دلعك مع بهاء سلطان ونصر محروس وانت مالكش دور؟ انا مؤلف وملحن الاغنيه. ايوه انا عارفه تمام، زي ماليش دور يعني. لا تمام، بس ليه طالع في الكليب؟ لان فكره الكليب كده. هو الكليب ايه؟ عباره عن ايه الكليب؟ فيديو كليب عباره عن ايه؟ فيديو كليب عباره عن موقف تمثيلي. هما اتقال ان ده اعتذار من بهاء لنصر محروس. لا ما كانش اعتذار، ده بالعكس، ده الاغنيه ان نصر محروس هو اللي بيقول لبهاء سلطان تعالى دلعك. بالعكس انت لو بصيتي على الكليب هتلاقي ايوه بس قال له 3 بالعظيم مقامك عظيم. بهاء بيقول خلافنا واختلافنا ايوه موضوع قديم، ده بهاء اللي يعني كان بيقول لنصر، بيقول لنصر كذا ونصر بيقول له تعالى دلعك في الاغنيه نفسها. قول لي ايه يمنعك وجنبك؟ طب انت ليه قبلت الدور؟ عشان دور كويس عجبني. انت حبيت الموضوع؟ انا حبيت الموضوع قوي بصراحه. لا حبيت الفكره عامه. لا حلوه جدا. وبعدين ده نصر محروس اللي هو يعني لو في حاجه بابا اسمها، لو في حاجه اسمها ستار ميكر في الميدل ايست ده، ونصر محروس اسمه مش هيتقال، اول اسم هيتقال. اول اسم. احنا بنتكلم على شيرين وتامر حسني وبهاء سلطان، ده غير طبعا نجوم التنين زي سوما ودياب ونبيل ومصطفى شوقي وتوبه وكل النجوم اللي اتعمل. بس احنا بنتكلم على بهاء سلطان وشيرين وتامر حسني، في شخص واحد هو اللي صانع النجوم، اللي قدم الناس دي اول تقديمه، صح. فان انا اكون موجود معاه وموجود مع صوت مصري زي بهاء سلطان، كلنا بنحبه وكلنا في موقف زي ده. الناس مصر كلها والوطن العربي كله كان مستني ان يحصل الصلح ده، فازاي ما بقاش ليا دور فيه وانا اللي مؤلف وملحن الاغنيه؟ من غير كسوف، قدمت اغنيه الصوت ده جاي منين اللي قدمتها مع رولا سعد. النوع ده من الاغاني شبه موهبتك، انت راضي عنه ولا انت عملتها عشان خاطر فلوس؟ لا انا راضي عنه. فعلا؟ والنوع ده جزء من شخصيتي. لو اتعرض عليك دلوقتي هتعمل؟ هعمله بطريقتي دلوقتي. يعني هو لما اتعمل ساعتها كانت هي دي الطريقه، وهو ده كان مود المزيكا. الاغاني اللي زي دي انا بحبها جدا لانها جزء من تركيبتي، لانها جزء من ان انا اشتغلت مطرب في الافراح وانا في ثانويه عامه، وكان المطرب في الافراح ده حاجه صعبه مش حاجه سهله. تاخد كام؟ كنت باخد الاول 15 جنيه تقريبا، حاجه كده 20 جنيه في النمره. بتغني قد ايه؟ كام ساعه بيهم؟ بغني نص ساعه. لا حلو قوي. ساعتها كنت مالك زماني يعني، كنت غني يعني. كنت بتغني اغاني ايه؟ كنت بغني لشام عباس، كنت بغني حاجات قديمه، كنت بغني لإيهاب توفيق. كنت بتغني في افراح شعبيه وكده؟ بغني افراح بقى ناس بسيطه زيي، وانا برضو انسان بسيط يعني، مش جاي، انا جاي يعني انسان بسيط. انت منين اصلا يا عزيز؟ انا متربي ومولود في الزيتون. اجدع ناس. وغنيت في سرايا القبه اللي هي برضو جنب الزيتون يعني، والمكان ده انا اتعلمت فيه المزيكا وبدات فيه اغني، وبدات فيه اكتشف ان انا يعني اقدر ابقى حاجه في المزيكا. انت عندك قصه صعود حلوه قوي، ليه ما فكرتش تكتبها؟ اصل انا يعني ما فيش مقاسي، او تحولها لأغنية. ما عنديش مقاسي قوي في حياتي. لا مش مقاسي. بس يعني بدات حياتك حلو، اللي هو عافرت لحد ما وصلت، وشقه صغيره، اغاني بتحاول يعني تغني، بتحاول تغني في افراح. ايوه بس ما شاء الله وصلت لحاجه حلوه جدا زي ناس كتير على فكره. ليه ما حاولتش تكتب مثلا ده في اغنيه؟ هو احنا بنكتب ازاي الاغنيه؟ هو احنا بنكتب اي اغنيه؟ ما بتتكلمش عن المراحل دي خالص. لا 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 كل ده بيأثر فينا يعني. انا في كلام اللي انا بحطه في الاغاني هو كلام ابويا الله يرحمه، الله يرحمه، طريقه تهريجه، الالفاظ اللي بيقولها. امي انا كانت بتكتب شعر. الله بجد؟ بس هي كانت ست بيت، فهي بتكتبه كده يعني الله يرحمها. كانت بتكتب حاجه برده كده بس حاجات يعني انا طالع عندي عندك الموهبه اصلا. فانا تركيبتي والاغاني اللي بعملها والاغاني اللي بتطلع مني سواء كانت دراما او اغاني افراح او كذا هي متاخده من بيئتي ومن اللي انا اتربيت عليه. استخدمت شعر من اللي كانت مامتك بتكتبه؟ لا خالص؟ لا. ليه؟ هو كان زجل فما يعني مش ما ينفعش قوي يتلحن او كذا، بس كانت حاجات حلوه جدا يعني. من غير كسوف سمعنا انك كنت السبب في غيره جامده بين ملحن زميل ليك وبين مطرب كبير جدا. وان سبب المشكله ما بينهم كنت انت ليك ايد فيها، دي حقيقه؟ ما هو انا ما عنديش يعني ما اقدرش انا اجاوب على حاجه انا مش طرف فيها. ده حب اقول اساميهم طيب؟ ده حب من طرف ثالث ده يعني انا مالي واحد زائد من واحد انا يعني انا ماليش يعني انت ما كانش ليك ايد خالص المشكله؟ لا انا راجل ملحن بعمل اغاني بس يعني مش حاجة. وصولك للمطرب ده خلى الملحن التاني يتضايق؟ ما هي لو دامت لو دامت لغيرك ما كانتش وصلت لك. يعني مفيش حاجه اسمها ده، هو مفيش حاجه اكسكلوسيف يعني، مفيش مطرب اكسكلوسيف على ملحن ولا ملحن اكسكلوسيف على مطرب. فاحنا مش عيال صغيره، احنا ناس كبار. والرد بيبقى بالشغل مش بالقمص ولا بالغلط. يعني الرد يعني احنا فنانين. فنان ده يعني انت شايف ان المشكله ما بينهم بالقمص؟ الغلط او السبب في الخلاف هو مش عزيز الشافعي، السبب في الخلاف هو ان في كلام ما كانش ينفع يتقال وطريقه ما ينفعش الواحد يتكلم بيها وينسى فضل الناس عليه. من غير كسوف لحنت وكتبت اغنيه حياتي مش تمام. مين الاشخاص اللي لو اختفوا من حياتك هتبقى حياتك فعلا مش تمام؟ الناس اللي بحبهم طبعا في حياتي يعني زوجتي، اولادي، اصحابي، جمهوري، الناس اللي بتحبني، الناس اللي بصحى بلاقيهم بيبعتولي بيشجعوني بيسندوني، اهلي، يعني كل الناس اللي حواليا بحبهم بيحبوني، دول هم بتقدر تقيس شعبيتك في الشارع؟ على سيره الجمهور طبعا، الجمهور هو اول حاجه بتعرفي منها انت بتنزلي في الشارع بتعرفي انت عامله حلقه حلوه ولا لا، عارفه الناس تتكلم عنك والحمد لله ما شاء الله يعني ترند في كل حته ولا لا. انا بنزل بعمل اغنيه. انت بتقر يا عزيز ولا ايه؟ انا بقر رسمي. انت بتقر على فكره كده؟ لا خالص والله انا فرحان بنجاحي جدا. ربنا يخليك انا عارفه. انا بعمل اغنيه بعرف من الشارع، بعرف الناس بتقول لي ايه، بتتكلم على ايه. ساعه انت الحظ احنا يعني العالم كله بيغني انت الحظ، فكنا طبعا باين من الناس. الناس اللي بتحبك دي كنز، الناس اللي بتحبك لنفسك لشخصك مش لشهرتك ولا جمالك ولا فنك ولا فلوسك ولا أي حاجة تانية، بتحبك أنت كشخص، ده كنز اللي الواحد بيحافظ عليه. فاصل ونكمل حلقتنا. يلا بينا. تقرر وتعترف إنك مهتم أكتر بالأعمال التجارية؟ بتعترف انك ضد التطبيع الفني؟ انا حر يعني حاجه حريه شخصيه. الناس في الحياه نوعين، نوع يغلط ويعترف ونوع يكابر ويختلف، وعلى كرسي الاعتراف هتقر وتعترف. كرسي الاعتراف. عماد حسن يقدم شكوى ضد عزيز الشافعي بسبب خصمة الشوارع. تقر وتعترف انك اقتبست بعض كلمات الاغنية من كلمات الشاعر عماد حسن؟ طبعا الشاعر عماد حسن شاعر كبير جدا وانا يعني ماليش اي. الاغنية قدمها تقريبا مع مدحت صالح سنة 88. هو فعلا ليه اغنية مع مدحت صالح، اغاني كتيرة مع مدحت صالح، يمكن تكون منهم اغنيه اسمها خصمت الشوارع، بس ده مش اقتباس باي شكل من اشكاله ومش تاثر بالاغنيه. لكن انا عارف ان في، يعني انا دلوقتي افتكرت ان في اغنيه للفنان الكبير مدحت صالح طبعا اسمها خصمت الشوارع، بس ده لا اقتباس ولا في اي انتهاك لاي حقوق للاستاذ عماد اللي انا شخصيا بحترمه جدا يعني. بس انا ما اعرفش الشكوى دي ما وصلتلكش اصلا؟ انا ما اعرفش اقدم شكوى لان انا ما فيش حاجه جات لي، بس يعني انا يعني هي فرصه ان انا اقول ان انا بحبك وبحترمك جدا و بعتذر لو انا اتسببت في اي حاجه غير مقصوده لان انا ما اقتبستش حاجه. انا الالهام الفني اللي زي ما بيجي لاي حد بيجي لي، وكان لايق جدا على كامل الاغنيه الكلمه، بغض النظر لو كانت اتقالت في اغنيه قبل كده ولا لا، فده مش اقتباس يعني. ولا اقتباس بيبقى في الالحان مش في الكلام. نشوف اللي بعده. اللي معانا ده خبر. عزيز الشافعي، نفسي اقدم عمل للمرأة المظلومة واتفرغت للمزيكا متأخرا. المرأة المظلومة؟ هي الصورة حلوة مبدئيا. كرة وتعترف انك مهتم اكتر بالاعمال التجارية اللي بتجيب فلوس؟ لا خالص. انا مهتم بالاغاني الحلوة. يعني انا غلطان. ايه اللي منعك تعمل اغنية للمرأة؟ انا غلطان مثلا، او حالة خاصة جدا، او زي ما انتي، او بطمن عليك، او حياتي مش تمام، او انا بتميل على البيت للسوبر ستار اليسا دلوقتي. دي اغاني يعني كوميرشال، دي اغاني فيها فاليو، فيها محتوى، وصعب ان حد يعملها، يعني مش اغاني سهله. لكن انا طابع الموسيقي بتاعي هو فيه اللون ده، اللون الشرقي اللي فيه فرفشه وفيه فرحه وفيه بهجه، فدي مش حاجه انا يعني هعتذر عنها ليه؟ ما انا طبعي كده، انا بحب، انا راجل دم خفيف. اللي بعده بالفيديو ملحن ومؤلفة شابان يتهمان عزيز الشافعي بسرقة فكرة أغنية لعمرو دياب. أيوة، مين هم؟ بيتكلموا تقريبا على أغنية سنجل. محدش قال لي الكلام ده خالص. مين هم الملحن والمؤلفة مين؟ أنت مش بتتابع الأخبار اللي بتنزل عنك يا عزيز؟ خالص. ما أنا لو عرفت الكلام ده، لو وصلني كنت رديت عليه. يعني أنا سرقت أغنية سنجل؟ لحن دي شاعرة شابة اسمها هبة شلقامي. معرفهاش والله. طب انا اغنيه سنجل دي كلمات بهاء الدين محمد، هسرقها ازاي من الشاعره الشابه؟ يعني انا سرقتها، وبدل ما اسرقها انا بنفسي، بتقول ان فكره الاغنيه انت سرقها، رحت مديها للاستاذ بهاء الدين محمد يسرقها. الاستاذ بهاء الدين محمد يعني محتاج ان ياخد افيه من عزيز الشافعي، يكون هو واخده من الاستاذه هبه الفخراني شلقامي. ده كلام فارغ، يعني هو كلام فارغ، اكيد كلام فارغ. اخبار السوشيال ميديا يعني كلام فارغ. ايه اللي بعده؟ اسرائيل مين يا عم؟ هو تقريبا ده شخص كده حطوه عشان يستفزنا على التويتر، وانا يعني بحب اخش على التويتر فكان مره كاتب على اغنيه يا بلدنا يا حلوه انها بيشغلها وهو يعني في اسرائيل، او انها بتفكره باسرائيل او كذا. بتعترف انك ضد التطبيع الفني؟ طبعا، مليون في الميه. انا حر، يعني حاجه حريه شخصيه. لو جات لك حفله مثلا في الاراضي المحتله هتروح؟ ما اعرفش، اصل انا لو قلت لا يبقى انا كده هزايد على ناس راحوا، وانا شخصيا ليا جمهور من فلسطين ومن غزه وناس يعني محترمين جدا، اهلنا وحبايبنا. واهلنا وحبايبنا، واحب جدا ان اكون موجود معاهم. فمش هعرف، يعني مش هعرف اقول لك هعمل ايه، بس يعني اكيد هشوف ايه القرار الصح ساعتها، وهدرس الموضوع وهسال الناس كلها واشوف انا هعمل ده ولا لا. انا خلصت كرسي الاعتراف، يلا بينا نرجع نكمل حلقتنا. يلا بينا، يلا بينا. مين الملحن اللي ألحانه بتعدل مزاجك؟ لو عندك لحن عجب التلاتة انت هتديه لمين؟ اختياراتنا بتحدد أولوياتنا، صح. ومهما كان اختيارك مش هقول عليك مالكش عزيز يا عزيز. مالكش عزيز. هعرض لك مجموعة صور وهسألك عليها أسئلة، بس الفقرة دي قلقان منها ازاي؟ قلقان منها قوي، قلقان قوي يا عيني. أنا بحب الناس كلها. أنا بحب أصحابي. أيوه. المجموعة الأولى، يلا. عمرو مصطفى، محمد يحيى، وليد سعد. مين الملحن اللي ألحانه بتعدل مزاجك؟ وانا هختار وليد سعد طبعا، بس يعني عايز بس الثلاثه ملحنين كبار قوي، يعني ملحنين اللي بنفخر بيهم، يعني نجاحات عظيمه يعني تراث هيتساب وحاضر نجاح وكل حاجه، بس انا هختار وليد سعد لكذا سبب ممكن اقولهم بسرعه. اكيد طبعا. اولا وليد سعد بيعزف عود، بيلحن على عود زي حالاتي وزي ناس كتيره، زي كل اللي اتعلمنا منهم. مش هتخيلي صوره لمحمد عبد الوهاب او بليغ او موجي او صنبوطي من غير العود، فدي مزيكتنا. رياض الهمشاري الله يرحمه، صلاح الشرنوبي اللي هو من اعظم ملحنين جيله، وليد سعد، عزيز الشافعي، وناس كتير. الجيتار حاجه جميله بس مش بتاعتنا، جايبينها من بره، فانا ما اروحش اول الحته دي. لكن انا بقى طبعا الثلاثه ملحنين يعني من اكبر ملحنين في مصر، يعني بحبهم جدا على المستوى الفني، ووليد سعد على المستوى الشخصي طبعا ده صديق عزيز وببعت له تحيه. اللي بعده شيرين، أصالة، اليسا. لو عندك لحن عجب التلاتة انت هتديه لمين؟ لو شبه اليسا هديه اليسا، لو شبه لا مش حاجه اسمها لو شبه أصالة، لو شبه شيرين هديه لو اللحن لاقي عليهم هما تلاتة. لاقي عليهم هما التلاتة دي صعبة. لا مش صعبة مختلفة. مش صعبة. حصلت هتديه لمين؟ وعجب التلاتة. الإجابة الصح إن أنا هديه اللي لاقي عليه، لكن أنا هديه لشيرين. الله، اشمعنى؟ عشان نفسي اشتغل مع شيرين بصراحه. يعني طبعا انا لسه عامل اغنيه جامده جدا مع اليسا، بتميل على البيت وترند في العالم كله، ببارك لها الف مبروك. اصلا لسه ما اشتغلتش معاها وطبعا اتمنى اشتغل معاها، بس في الوقت الحالي يعني حالا دلوقتي وانا قاعد معاكي انا عايز اشتغل مع شيرين، فهدي لي شيرين. وجه لها رساله. طيب انا بحبك جدا يا شيرين طبعا وانت عارفه، وان شاء الله قريب يبقى في بينا تعاون، واحنا الاثنين عايزين كده، وان شاء الله يحصل ويكسر الدنيا. ان شاء الله تكسر الدنيا ان شاء الله. اللي بعده علي الحجار، محمد الحلو، ومدحت صالح. مع احترام الالقاب للجميع، الصوت الافضل في رايك؟ لا الافضل دي انا انا ما اعرفش اقول لتقديم الأفضل. مشروع احياء التراث، انا مش قصدي الافضل على الاطلاق. الصوت الافضل لتقديم مشروع التراث هختار محمد الحلو عشان ابقى بره بره الخناقه. بتطلع نفسك بره الخناقه. طبعا هم الثلاثه عظام طبعا يعني اساطير، بس انا هختار محمد الحلو عشان هو بره النزاع. هم لا خلاف عليهم طبعا طبعا. فانا هختار الاستاذ محمد الحلو عشان ابقى بره النزاع بين الاساتذه الكبار، يعني انا بحترمهم وبحبهم يعني عاشق ليهم. نورتني يا عزيز والله. والله انبسطت جدا بالبرنامج الحلو ده، ربنا يخليك. يا رب الناس كلها تكون انبسطت ودايما ناجحه ودايما متالقه يا رب. اللهم امين يا رب. تسلم. شكرا، واشوفكم في حلقه جديده. حبر سري.